لليوم العاشر على التوالي، ما تزال أبواب منزل الشيخ نعمان دويد مفتوحة لاستقبال جموع غفيرة من أبناء ومشائخ ووجهاء اليمن بمختلف توجهاتهم السياسية والقبلية، مهنئين بعودته بالسلامة. وصلنا مع مشايخ محافظة المحويت لزيارة الشهيد الحي، يعني الشيخ نعمان دويد، نسأل الله له السلامة، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أن العدالة تأخذ مجراها. نتمنى من الله أن معنى العدالة تأخذ مجراها لمعاقبة من ارتكبوا هذه الجريمة الشنعاء. وسوف نقوم بدورنا بمن قاموا بهذا العمل الإجرامي الجبان الذي لا يصلى الإسلام بصلة. الجموع الوافدة إلى منزل الشيخ نعمان استنكرت ما تعرض له ورفاقه من اعتداء غادر طالهم في مسجد دار الرئاسة، مطالبين بتسليم القتلة والمجرمين ومن ساعدهم إلى العدالة كي تأخذ مجراها. ولا نرضى بتجزئة القضية، وإن لم تأخذ العدالة مجراها فلكل حادث حديث، ونحن نخاف أن تعاد الأمور إلى القبيلة وإلى أخذ الثارات. لذا نحن نطالب من الحكومة ومن رئيس الجمهورية بالذات أنه يسرع بمحاكمة من ارتكبوا هذه الجريمة ومن نفذوا. الشيخ نعمان علم من علام اليمن، وحادث جامع الرئاسة يعتبر جريمة بشعة في حقنا اليمنيين بشكل عام، ولا بد من استقصاء متابعة القضية إلى أن ينالوا الجناح عقابهم. نطلب المعادلة، المحاكمة العادلة والسريعة لمرتكبين الجريمة، المرتكبين الجريمة الأرهابيون الذي لا يرضى الله ولا رسوله. ظاهرة الثأر أرهقت كاهل اليمنيين لفترات طويلة، فهل تعود مجددا نتيجة تقاعس الأجهزة القضائية والأمنية في إنصاف صاحب الحق وردع الظالم عن فعله أيا كان، كي لا تتحول القضية من يد القضاء إلى أياد أخرى؟ محمد الصعر، اليمن اليوم، صنعاء.